بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام، مازالت الانطلاقات مستمرة والتحديات أيضا هنا موجودة على أرضية هذا الميدان. نسير بكم مع المقدم شاهين محمد بن الصغير الوهيبي مع المركز الأول. المركز الثاني نجد محمود بن سليمان الوهيبي على المركز الثاني. المركز الثالث القدوم من حجاج حمد بن محمد الجنوبي على المركز أيضا الثالث. المركز الرابع دينار عبد الله بن حمود الوهيبي على المركز أيضا الرابع. هذه النتيجة لأربعة مراكزنا الأولى المنطلقة. نتمنى التوفيق للجميع المشاركين والمنطلقين ضمن هذه التحديات الجميلة والأداء المميز مع الصدارة هناك مع القيادة الله اللي انطلق هناك. شاهين محمد بن الصغير الوهيبي ينطلق مع المركز الأول، لكن من الجانب الآخر المتدخل في هذه اللحظات نجد محمود بن سليمان الوهيبي على المركز الثاني. هذه الثنائية الجميلة والثنائية المميزة المنطلقة نحو الصدارة هذا الشوط. الله 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 الله، شوف المتدخل، شوف المتدخل في هذه اللحظات والانطلاقة مع الصدارة مع المركز الأول اللي انطلق هناك. روح على الصدارة على المقدمة شاهين حمد بن يميل صاحب الإنجازات الجميلة والإتاد مميز هناك مع الصدارة. الله الله، صاحب إنجاز على أرضية ميدان وهرة، كان قدوم مميز. المركز الثاني أيضا وصل الخطيرة آخر هناك مع شاهين غدير بن خير العامل المركز الثالث. أيضا هناك نحيل نتخطي النهاية، لكن الصدارة والقيادة هناك مع أيضا بن جميل اللي فاجأنا في الأمتار الأخيرة حمد بن جميل بن سالم الماكي. تهاني والناموس من سلالة شاهين الضبي أيضا بهذا الأداء.